ربما نستعرض أولا ما جرى لوزير الطاقة في ولاية تبسة، حيث اضطر بعد ساعتين فقط من وصوله إلى مطار تبسة من الرجوع إلى العاصمة، رغم أنه حاول يعني الدخول عن طريق ولا من خلال طريق غابي، ولكن لم يعني المحاولة باءت بالفشل، ثم رجع للمطار وعاد للعاصمة بعد ساعتين فقط وألغى الزيارة. فلنتابع. الشرطي آن الأوان، أنزل أنزل للميدان. الشرطي آن الأوان، أنزل أنزل للميدان. رانا رافضينهم، الوزارة هذه رانا رافضينها جملة وتفصيلة، غير شرعية. ما عندنا علاش يجيو لهنا، رانا رافضينهم. الشعب هو مركز السلطات، رانا رافضينهم. وزير الطاقة ما نعرفوش، الطاقة أنا في تمس علاش تجي غير شرعي، روح أرجع للبلاد خويا، ما عندناش طاقة في الولاية هذيا، ما تهمنيهاش خويا، روح أرجع لولايتي. ولا وين جيتي أنت؟ تحقوا حتى وزير، نهار اللي تجيبوا رئيس حق ما دارتوش راسية وما ديروش ماكرون، مرحبا بكم. وزراء من مطار أي بلاصة نسكوا فوق ريسانا ما تكلاش طونوبيلات، أما درك راكم غير شرعي. استاذ الماس، ربما المشاهد تكفي بدون اي تعليق. يعني مره اخرى نحيي ناس بير العاتر والناس تبسة. يعني والله قلت في التقرير في بدايه الحصه، تكلمت على حظر التجول على الحكومه، ورانا فيها يعني راك الحكومه دار حظر التجول، احنا رانا الشعب دار حظر التجول للحكومه بالطبع. وراك شفت كيفاش حاولوا يهربوا الوزير تاع الطاقه، يهربوه على الغابه. ذكرنا كما قلت، ذكرنا بالقدافي يعني في الثوره في ليبيا، وكيفاش هربوا القدافي الى اخره. والله رانا نشوف هذه المشاهد يعني الغريبه، كان من المفروض يعني ما نشوفوهاش اليوم. اذا نوليو الى الماده 7 مثلا، وين تقول لك الشعب هو مصدر السلطه، فنظن بان الشعب قال لكم لا، وخلي الحكومه هذه لا، وقال هذه الاباءات الاربعه لا. من المفروض ان يحترموا قرار الشعب، ونروحوا الى البدائل المقبوله عند الشعب. وبالتالي فراهي هذه الحكومه في اي بلد في العالم، وراهي حكومه اللي تقدر تشتغل بدون مصداقيه، بدون قبول شعبي، فهذا غير مقبول. وبالتالي فنظن بان هذا الرفض اللي شفناه في بن العاتر، في تبسة، وفي بشار، نشوفوه غدوة في قسنطينة، ونشوفوه في العاصمة، ونشوفوه في اي منطقة، حتى الولاد ما يزيدوش يقدروا يخرجوا. يعني دونك لازم نروحوا الى هذا، لازم نخرجوا من هذه الامور هذه، ونروحوا. شوف انا اليوم نظن بان حان الوقت ان نفهم بان الشعب هذا راه مصمم على المواقف نتاعو. يا با بلوف، ما راناش بلوفين. يعني اما الاستجابه، يا الاستجابه، يا نقعدوا في الاخر. يعني ما هذا بلادنا، يعني دارنا. الشعب لن يستسلم، لن استسلم انا كمواطن، لن استسلم. واتصور بان كل الشعب ما يستسلمش. وبالتالي فغير مقبول هذا التلاعب هذا والاستفزازات والى اخره. فلازم نروحوا الى اسرع وقت، الى الحلول المقبوله شعبيا.